بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة النساء. الدرس 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات يقول سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. بعد الآية التي قبلها: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من التعامل بين المسلمين، تعاون بينهم، الشفاعة بعضهم لبعض فيما هو حق ومن صالحهم، فهذا من فعل المعروف بين الناس، أن تساعد أخاك، تشفع له عند المسؤولين في الأمور التي ينتفع بها ولا تضر أحدا، هذا من الإحسان. كذلك من الإحسان بذل السلام بين المسلمين. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها
أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. تحية هي السلام، والسلام بين المسلمين أمر مشروع ومتأكد، لأنه يورث المحبة فيما بينهم ويزيل الوحشة ويقرب القلوب بعضها إلى بعض. السلام فيه فوائد عظيمة، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام، نشر السلام بين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام يسبب المحبة بين المسلمين، ترك السلام يورث الوحشة، تقاطع والتباغض بين المسلمين. فإذا لقيت أخاك أسلم عليه وليرد عليك. فمن حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. رد على المسلم والمحيي بأحسن مما بدأك به، والبداءة بالسلام سنة، ورده واجب، لأن الله أمر برد السلام: حيوا بأحسن منه. فإذا رددت عليه بمثل ما سلم عليك هذا واجب، وإذا زدت عليه فهذا مستحب. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه، فقال: السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم السلام. عشر. ثم جاء آخر قال: السلام عليكم ورحمة الله. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وعليكم السلام ورحمة الله. عشرون. ثم جاء ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه السلام، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاثون. ثم بين صلى الله عليه وسلم أن الذي قال السلام عليكم فقط له عشر حسنات، وأن الذي قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون حسنة، وأن الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له ثلاثون حسنة. جاء رابع وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم. قال: وعليكم، ولم يزد على هذا. لماذا؟ لأنه استوفى، جاء بالألفاظ كلها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء بالألفاظ السلام كلها، فلم يبق ما يزيد عليها، ف
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم، أي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا معنى قوله فحيوا بأحسن منها، هذا سنة، أو ردوها هذا واجب. ولا يجوز لمن سلم عليك ألا ترد عليه، إذا لم ترد عليه قد تركت واجبا. حيوا بأحسن منها أو ردوها. إن الله كان على كل شيء حسيبا، هذا تعليل لما سبق، أمركم الله بهذا وسيحاسبكم عليه ويجازيكم عليه سبحانه وتعالى. على كل شيء حسيبا، فيعطي الثواب على قدر العمل أو يضاعفه من فضله سبحانه وتعالى. ومن لا يعمل ليس له أجر، أنه لم يقدم شيئا. الله يحاسب العباد على أعمالهم، وهو على كل شيء، على القليل والكثير حسيب، يحاسب عباده ويجازيهم عليه، لا يضيع لديه شيء من حسنات عباده، كذلك لا يضيع لديه شيء من سيئاتهم، حاسبهم على الخير وعلى الشر. إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم قال: الله لا إله إلا هو، هذا خبر من الله جل وعلا. لا إله أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه. فالعبادة حق لله بجميع أنواعها، ولا يجوز أن يشاركه فيها أحد، جميع أنواع العبادة. لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، وما عبد غيره فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، أن الله هو العلي الكبير. فلا إله إلا هو، لا إله إلا الله، كلمة عظيمة تجمع بين النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثبات العبادة لله وحده. وهذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله تماما. يكفر بالطاغوت هذا هو النفي، ويؤمن بالله هذا هو الإثبات. من قالها خالصا من قلبه، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ثم قال جل وعلا: ليجمعنكم، اللام لام القسم، ففيه قسم مقدر، أي والله ليجمعنكم. وهو جل وعلا صادق في قوله ولو لم يقسم، ولكن هذا من باب التأكيد والإثبات، نفي الشك. ليجمعنكم أيها الخلق كلكم، الأولون والآخرون، إلى يوم القيامة حينما يبعثكم
من قبوركم ويحشركم جميعا، لا يتخلف أحد عن ذلك، لا من الأولين ولا من الآخرين، في صعيد واحد وفي وقت واحد. لا يجمعنكم خبر مؤكد بالقسم، لا يجمعنكم أيها الناس إلى يوم القيامة الذي هو اليوم الآخر، حينما تبعثون من قبوركم وتحشرون، تحاسبون، تجازون بأعمالكم. هذا يوم لا بد منه. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا ريب ولا شك في يوم القيامة، بل هو يقين حق وثابت صدق. إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي لا شك فيه. ويوم القيامة والبعث دلت عليه الأدلة والبراهين، ولهذا لا ريب فيه، لأنه تدل عليه البراهين والأدلة. أولها أن الله أخبر به جل وعلا، وخبر الله يقين صدق لا يعتريه شك، أخبر أنه سيجمع الناس ويحشرهم ويجازيهم، فخبره سبحانه وتعالى لا يعتريه شك، خبر يقين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد أصدق من الله جل وعلا. أخبار الناس قد يكون فيها شك، يكون فيها كذب، يكون فيها، لكن خبر الله أبدا يقين حق صدق لا ريب فيه. هذا واحد، برهان واحد، لأن الله أخبر به ولا بد أن يقع. برهان آخر على يوم القيامة، وهو أن الناس كلهم يموتون، المؤمنون والكفار والأبرار والفجار. قد يكون الإنسان محسنا طول حياته ولا يلقى شيء في هذه الدنيا من جزاء عمله، قد يكون فاجرا وكافرا في كل حياته ولا يلقى عقوبة، يموت وهو ما أصاب شيء. هل الله جل وعلا يليق بعدله وحكمته أن يترك الناس ولا يجازيهم على أعمالهم؟ لا يليق بحكمته وعدله أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ أبدا. الله لا يضيع أعمالكم، وإن لم تجزوا بها في الدنيا فهناك تجزون بها في الدار الآخرة. ونحن نشاهد الكفار على كفرهم وإلحادهم يموتون وما أصابهم شيء، نشاهد المؤمنين المتقين يموتون ولم ينالوا شيئا من جزائهم. إذن هناك جزاء أمامهم وهو في الدار الآخرة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لو لم يكن هناك حساب وجزاء وثواب وعقاب في الآخرة
لكان خلق الناس عبثا لا نتيجة له. هذا برهان قاطع على ثبوت البعث، لأن الله جل وعلا حكم عدل لا يضيع أعمال عباده، فإذا لم يجزوا بها في الدنيا لا بد أن هناك وقت آخر للجزاء، وهو بعد الموت يوم البعث والنشور. كذلك برهان آخر على البعث، تشاهدون هذا في الأرض، الأرض ترونها قاحلة ليس فيها نبات، ليس فيها نبات أصلا، جردة ممحلة، ثم ينزل عليها الغيث، عند ذلك تحيا وتنبت النباتات المختلفة وتثمر الثمار المتنوعة. من الذي أحياها؟ إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. فكما أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي هذه الأجسام بعد موتها. كذلك برهان آخر، البراهين كثيرة، برهان آخر على حصول البعث والنشور، وهو أن الذي خلق الناس أول مرة من العدم وأوجدهم من العدم قادر، من باب أولى في نظر العقول، قادر على أن يعيدهم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. فالذي قدر على البداءة من العدم قادر على الإعادة من باب أولى. إذن ما بقي للريب، لا ريب فيه، ما بقي للريب في يوم القيامة مجال، والبراهين عليه كثيرة عقلية ونقلية. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. هذا برهان الله أخبر عنه وحدث عنه، ولا أحد أصدق من الله جل وعلا، فلا بد أن يقع كما أخبر جل وعلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهذا فيه الحث على العمل الصالح، والحث على التوبة من الذنوب والمعاصي قبل أن ينتقل الإنسان إلى هذا اليوم. لذلك الحث على العمل الصالح وعلى المبادرة بالتوبة والاستغفار من الذنوب، تهيئ للانتقال لهذا اليوم الذي لا تدري يصبحك أو يمسيك، وكن على استعداد. ثم قال جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين. المنافقون جمع منافق، والمنافق هو الذي يعمل النفاق. والنفاق ما هو؟ النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، مثلا إظهار الكفر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. يظهر الإيمان، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا، فهم مؤمنون في الظاهر ولكنهم كفار في الباطن. إيش السبب في هذا؟ يريدون أن يعيشوا مع الناس،
لما رأوا قوة الإسلام والمسلمين أرادوا أن يعيشوا مع المسلمين فأظهروا الإسلام، ونحن من أظهر الإسلام وأظهر الخير نقبل منه، وأما النيات والمقاصد فنكلها إلى الله علام الغيوب، إنما لنا للظاهر. فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر لأجل أن يعيشوا بين المسلمين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود والنصارى والمشركين قالوا إنا معكم معكم، إنما نحن مستهزئون بإظهارنا الإيمان. هذا النفاق الأكبر الاعتقادي، وهناك نفاق أصغر لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان، مثل الكذب في الحديث، إخلاف الوعد، كثرة الحلف على الكذب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامة النفاق، من النفاق العملي يعني ما هو الاعتقادي. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه صفات المنافقين، النفاق العملي الذي لا يخرج من الملة لكنه خطير، يحبط العمل الذي فيه. فالنفاق بنوعيه الأكبر والأصغر خطير، والواجب على المسلم أن يخلص دينه لله وأن يتطابق ظاهره مع باطنه. هذا هو المؤمن الصادق الذي يتطابق ظاهره مع باطنه ويلتزم بالصدق والأمانة ويلتزم بالعمل الصالح، سواء كان مع الناس أو خاليا من الناس. هذا هو المؤمن الصادق. أما الذي ما يعمل إلا إذا كان بمرأة من الناس وإذا خلى يعصي الله، هذا منافق، نفاق أصغر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني تظاهر بالصلاة والخشوع إذا كان عند الناس لأجل أن يمدحوه ويثنوا عليه. هذا نفاق، هذا غير خالص لله عز وجل، هذا قصده المدح، هذا خطير جدا. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. والنفاق الأصغر يجر إلى النفاق الأكبر، فعلى المسلم أن يحذر النفاق وأن يستعيذ بالله من النفاق والمنافقين، أن يكون صادقا مع الله وصادقا مع الناس، سواء في ظاهر الأمر أو في خفاء الأمر، يكون ظاهره وباطنه سواء لا يختلف. هذا هو المؤمن الحق. أما لكم في المنافقين فئتين. الله جل وعلا أنكر على المؤمنين أن يختلفوا في شأن المنافقين. اختلف العلماء في المراد بالمنافقين في هذه الآية، فقيل سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة أحد ومعه 1000 مقاتل، لما كان في الطريق رجع
عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من المنافقين رجعوا عن الجهاد في سبيل الله، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 700، ثلث الجيش رجع. وهذا أول امتحان للمسلمين. فتجادل الصحابة في شأن هؤلاء، بعض الصحابة قالوا نرجع عليهم ونقتلهم، نرجع على هؤلاء المنافقين ونقتلهم قبل الكفار، وبعضهم قال لا، لا نقاتلهم. فهذا والله أعلم هو سبب نزول الآية. قال الله جل وعلا: فما لكم في المنافقين فئتين؟ ما يحتاج إلى خلاف، نافقون شر وبلاء لا جدال فيهم ولا اختلاف في شأنهم. هذا قول. والقول الثاني أن المراد بهم المنافقون الذين أظهروا الإسلام في مكة ولم يهاجروا، وهذا أرجح، هذا أرجح القولين، أن المراد بهم أناس أظهروا الإسلام في مكة ولكنهم لم يهاجروا إلى المدينة، تركوا الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم منافقون، ما هاجر مع الرسول إلا المؤمنون الصادقون. أما هؤلاء فلكونهم منافقين لم يخرجوا، لم يهاجروا إلى المدينة، شحوا بوطنهم وأموالهم وبيوتهم، شحوا بها، ليس معهم إيمان يحملهم على ترك الأموال والأولاد والمساكن طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. بقوا في مكة بين أظهر المشركين وهم يدعون الإسلام. تجادل فيهم الصحابة ما بماذا يعاملون، فالله جل وعلا قال: ما لكم في المنافقين فئتين، يعني تختلفون في أمرهم وشأنهم؟ لا، والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم أي أقعدهم عن الهجرة والبقاء مع الكفار بسبب ما كسبوا، بسبب ذنوبهم هي التي أقعدتهم وهي التي أثقلتهم، وبسبب عقيدتهم السيئة لم يهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أركسهم بما كسبوا أي بسبب كفرهم وكسبهم من الذنوب والمعاصي. ثم قال جل وعلا: أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هؤلاء يضلهم الله، وإذا أضلهم الله فلا أحد يهديه، الهداية بيد الله. الهداية على قسمين: هداية بيان ودلالة وإرشاد، هذه يقدر عليها أهل العلم والدعاة إلى الله، يبينون للناس، يهدونهم، يدلونهم. أما الهداية التي هي التوفيق للقبول والإيمان، هذه بيد الله سبحانه وتعالى، والله يضعها في أهلها، ما يضعها في أي أحد، ما يضعها في أهلها، ولا يضع هدايته سبحانه في من قبلوا الضلال على الهدى، قبلوا الكفر على الإيمان، لا يهديهم الله، حرمهم سبحانه من الهداية عقوبة لهم. يريدون أن تهدوا من أضل الله، ولهذا قال: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، لن تجد له سبيلا إلى الهداية، هداية التوفيق والقبول، أبدا، هذا بيد الله سبحانه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء،
وهو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بمن يصلحون للهداية، والذين لا يصلحون لها، فلا يضع الهداية إلا بمن يصلح لها. من يضلل الله فلن تجد له سبيلا، مهما عملت من الدعوة، مهما عملت من الوعظ، مهما عملت من التذكير، ما تستطيع أن تهديه إذا أضله الله. هذا عقوبة له. أما من يقبل الهداية ويقبل الحق فهذا يوفقه الله سبحانه وتعالى ويعينه ويفتح له باب القبول. الله حكيم عليم، ما يضع ومعنى الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، هذا هو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، ومن ذلك الهداية. الله لا يضعها في كل أحد، إنما يضعها في محلها، وهو أعلم بالمهتدين. من يضلل الله ولن تجد له سبيلا. ثم بين ما يبيته هؤلاء المنافقون، بين ما يضمرونه للمسلمين. قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هكذا المنافقون دائما وأبدا في كل زمان يريدون أن يحولوا المسلمين من الإسلام إلى الضلال، ومن الإيمان إلى الكفر، ويدعون إلى الشر في كل زمان ومكان. هذا دأبهم، وهم آفة المجتمعات، خطرهم أشد من خطر الكافر المصرح بكفره. المنافق شر من الكافر، لأن الكافر معلوم أنه عدو مصرح بكفره ظاهرا وباطنا، أما هذا يخدع الناس، يظنون أنه مؤمن وأنه منهم وهو عدوهم، فهو خطره على المسلمين أشد. ولهذا قال جل وعلا: هم العدو، يعني المنافقين هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يوفكون. ما أخطر على المسلمين من المنافقين في كل زمان ومكان، وهذا ظاهر مشاهد من أعمالهم الآن، الذين يعيشون مع المسلمين ويدعون الإسلام وهم يكيدون للمسلمين ويدعون إلى الضلال ويدعون إلى الرذيلة ويدعون إلى كل خلق سيء، يدعون إلى مسايرة الكفار، إلى حضارة الكفار، إلى أمور الكفار، يعتقدون أن الكفار على كمال وعلى رقي وتقدم، وأن المسلمين متأخرون، وأن هذا النفاق والعياذ بالله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ليس بينكم فرق أنتم وإياهم. والله فرق بين المؤمن والكافر، فرق بين المؤمن والمنافق، هم لا يريدون المساواة، مسايرة، يسمونه مسايرة، مسايرة للعالم، مسايرة للأمم المتقدمة إلى آخره. سائر إلى أين؟ إلى جهنم، ما يجوز هذا. فتكونون سواء. ثم قال جل وعلا: فلا تتخذوا منهم أولياء، اهجروهم وأبغضوهم، لا توالونهم، لا تناصرونهم، لا تحبوهم، أبغضوهم، قاطعوهم. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. إن كانوا صادقين إنهم مؤمنون، لماذا لم يهاجروا في سبيل الله؟ إذا هاجروا فهذا دليل على صدقهم، إذا لم يهاجروا وليس لهم عذر
تركوا الهجرة بدون عذر هذا دليل على كذبهم حتى يهاجروا في سبيل الله. الهجرة هي الفارقة بين المؤمن الصادق والمنافق، إلا العاجز، إلا المستضعفين من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، هؤلاء تركوا الهجرة لعذر. أما من ترك الهجرة لغير عذر فإنه منافق وإن ادعى الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا يعني امتنعوا من الهجرة واللحاق بالمسلمين والجهاد مع المسلمين فخذوهم واقتلوهم، خذوهم واقتلوهم، انهم كفار عدو، حيث وجدتموهم في اي مكان وجدتموهم، في الحل والحرم وفي الاشهر الحرم وفي كل وقت وفي كل زمان، خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لان بعض الصحابة يكف القتال عنهم أو القتل عنهم، يقول هؤلاء مسلمون وهؤلاء إخواننا وما أشبه ذلك، وهو لا يعلم حالتهم. الله كشف أمرهم، بينه لعباده، خذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا توالونهم وتحبونهم ولا نصيرا، لا تنتصروا بهم، لا تأمنوهم، لا تنتصروا بهم على العدو، هذا يخونونكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، يبغونكم الفتنة فيكم سماعون، هؤلاء هم المنافقون، لا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا. ثم استثنى سبحانه من هؤلاء المنافقين ثلاث فرق: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هؤلاء منافقون لجأوا إلى قوم من الكفار، بينكم وبين هؤلاء الكفار ميثاق صلح، فلا تقاتلوهم لأن هذا يخالف الصلح الذي بينكم وبين أهل الميثاق، وهم لجأوا إليهم ودخلوا فيهم واتركوهم بموجب الصلح، لا احتراما لهم ولكن بموجب احترام للصلح، يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذه فئة. الفئة الثانية: أو جاءوكم، أو منافقون جاءوكم، لجأوا إليكم يريدون المسالمة، لا يريدون قتالكم ولا قتال الكفار، يريدون المسالمة، حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم الكفار، فهم أثر المسالمة، هؤلاء يتركوهم لا تقاتلون، ما دام أثر المسالمة ولجأوا إلى المسلمين كفوا شرهم اتركوهم، أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ما دام أن الله لم يسلطهم عليكم اتركوهم، لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم يعني الصلح والمسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ليس لكم عليهم سبيل في قتال اتركوهم. ثم قال جل وعلا: ستجدون آخرين، هذه الفئة الثالثة، ستجدون آخرين من هؤلاء المنافقين، ستجدون آخرين
يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. هم ما تركوا قتالكم مسالمة ولا تركوا قتال الكفار مسالمة أيضا، وإنما يريدون أن يتملقوا معكم ويتملقوا مع الكفار، يجعلون لهم يد مع المسلمين ويد مع الكفار. هذه فئة ثالثة أخبث، هذه أخبث الفرق، أخبث الفرق. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أيها المسلمون ويأمنوا قومهم الكفار، ويكونون لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولو شاء الله كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. هذه طريقتهم، دائما في فتنة، ما يخرجون من فتنة إلا إلى فتنة بسبب نفاقهم وكفرهم والعياذ بالله. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا، يعني حجة في قتالهم، جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بينا واضحا على قتالهم. فالفئتان الأوليان يكف عنهم، أما هؤلاء لا، يجب قتالهم لأنهم متربصون. إن صارت القوة للمسلمين انحازوا للمسلمين، إن صارت القوة للكفار انحازوا للكفار. هؤلاء يجب قتالهم، كف شرهم وقطع دابرهم عن المسلمين. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما علاج التقصير في الطاعة والغفلة عن اليوم الآخر؟ علاجه بالتوبة إلى الله، تذكر اليوم الآخر، والإكثار من قراءة القرآن، تدبر القرآن وما فيه من الوعد والوعيد. نعم. يقول: ما حكم من كان يشرك مع الله أو يشرك بالله وأشرك عدة مرات لكنه يستغفر الله كثيرا، وإذا لم يحقق التوبة هل هذا يزيل عنه ذلك الذنب إن شاء الله؟ إذا حصل منه شرك وتاب إلى الله تاب الله عليه. التوبة تقبل من جميع الذنوب، من الشرك ومن الكفر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، توبة تجب ما قبلها. فإذا تاب توبة صادقة تقبلها الله منه وعفى عنه، وإذا عاد مرة ثانية ثم كرر التوبة أيضا يعفو الله عنه، يعفو الله عنه. لكن الشأن بالصدق، لا تكون توبة في اللسان فقط، لا تكون توبة باللسان فقط، وإنما توبة صادقة. إذا توفرت شروطها قبلها الله وغفر له، فإذا عاد إليه الإثم والعقوبة، فإذا تاب توبة صادقة تاب الله عليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله جل وعلا يقبل التوبة. نعم. ما حكم من مات وعليه جنابة، وهل من صلى وعليه جنابة صلاته صحيحة؟ من صلى وعليه جنابة وهو يقدر
على الطهارة لا تصح صلاته. أما إذا كان لا يقدر على الطهارة، حضره الوقت وليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم والوقت سيخرج، هذا يصلي على حسب حاله بدون وضوء وبدون تيمم، تقول الله ما استطعتم. ما إذا كان يقدر على الماء يجب عليه تطهر بالماء، إذا كان يقدر على التيمم بالتراب يجب عليه التيمم بالتراب، إذا كان لا يقدر على هذا ولا على هذا فإنه يصلي على حسب حاله. نعم. يقول: من صلى النافلة في بيته في صلاة الفجر ثم أتى المسجد فهل يجلس أم يصلي تحية المسجد؟ إذا صلى راتبة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة، فإن شاء صلى راتبة تحية المسجد وإن شاء جلس، لأن تحية المسجد ليست واجبة، إن فعلها فهو أحسن وإن تركها فلا إثم عليه. نعم. ما حكم الالتصاق بالنساء عند الزحام في الحرم أو في الطواف؟ إذا قصد هذا حرام، إذا قصد هذا، أما إذا حصل بدون قصد فلا إثم عليه لأنه لم يتعمد هذا الشيء. نعم. يقول سماحة الشيخ: رجل تزوج الثانية لكن الزوجة الأولى أخذت تسب وتلعن وتدعو عليه وعلى من توسط في الزواج أو حضر أو رضي بهذا الزواج من الأقرباء أو غيرهم، فكيف يتعامل معها إذا استمرت على هذا الحال؟ ما أن يصبر عليها حتى أنها تعتدل وتصلح، وإما أن يطلقها، إذا كان ما يصبر عليها يطلقها يستريح منها. نعم. يقول: هل يصح اختلاط الرجال للنساء في طاعة واحدة للتشاور في أمور المواطنين واتخاذ قرارات مفيدة؟ صلى الله العافية. الاختلاط لا يجوز في القاعات ولا في الفصول الدراسية، ولا لا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، تكون النساء على حدة تكون الرجال على حدة، تجنبا للفتنة. نعم. ما هو علاج المسلم المتلبس إلى دينه ويقول أنا أحبها وهي زوجتي، علما أن ذلك باستمرار منذ سنتين ونرجو الدعاء لها؟ هذه تعامل بالرقية الشرعية، ترقى بالرقية الشرعية عند الثقات من أهل العلم وأهل المعرفة بالرقية الشرعية، وتكرر عليها الرقية وإن شاء الله يزول عنها ما تجد. نعم. يقول: أتينا إلى العمرة ونحن في الطائرة، بعضنا محرم والبعض ليس بمحرم، وقالوا لنا في الطائرة بعد نصف ساعة نصل إلى الميقات، ثم قالوا بعد 5 دقائق من الميقات سيتم تمهيدهم، ولكننا هوينا بأن الطائرة وصلت إلى مقر جدة ولم ينبئوننا، فهناك من أحرم وهناك من لم يحرم، فما الواجب علينا؟ كان الواجب عليهم لما وصلوا مطار جدة أنهم رجعوا إلى المطار إلى الميقات، أخذوا سيارة مثلا ورجعوا إلى الميقات الذي تعدوه وأحرموا منه، هذا هو الواجب عليهم. أين أحرموا من جدة يكون عليهم فدية، إحرامهم صحيح لكن يكون عليهم فدية عن تعدي الميقات. نعم. يقول: لدينا في تونس العديد من ظهور الأولياء والصالحين، ما حكم الذين يكبرون هذه الظهور جلسه؟ ما حكم الذين يكبرون هذه الظهور؟ ايش يقصد يهدمونها؟ ما يهدم القبور الا السلطه، الافراد ما لهم صلاحيه يهدمون القبور، لازم من ولي الامر، إذا هدموها بدون سلطة يحصل فتنة يحصل شر. نعم. هل يجوز إعطاء الزكاة لطلاب العلم الذين ليس لهم دخل مادي وهم فقراء؟
الفقير يعطى، الفقير المسلم يعطى من الزكاة سواء كان طالب علم أو غير طالب علم، يعطى لفقره. نعم. يقول إذا أديت لي عملية جراحية في الفم كيف أتوضأ وقد منع الطبيب من إدخال الماء في فمي؟ توضأ ولا تدخل الماء في فمك، تيمم عن بدل، تيمم بدل المضمضة. نعم. يقول أعمل في الكويت في جمعية الإصلاح الاجتماعي وهي عبارة عن تبرعات، لكن العاملين بها من الجماعات المتبعة الإخوان المسلمون، فهل هذا العمل فيه شيء أو يؤثر على منهجي علما بأني أتبع منهج السلف الصالح؟ إذا كان العمل خيري وتعاونون عليه فلا بأس بذلك. العمل الخيري، طباعة الكتب، توزيع الكتب، نشر العقيدة، هذا شيء طيب. تنصحون اللي عنده شيء من المخالفة أو من، تنصحونه بترك الانقسام والاختلاف لما بينكم، تلتزمون ما عليه السلف الصالح. نعم. يقول زوج أختي يعمل عسكريا ويمر بظروف مادية حيث أن السكن مستأجر والسيارة بالتفصيل، هل يحق لي أن أعطيه من زكاة مال، أن أعطي أدفع من زكاة مالي لأختي لتشتري به احتياجاتها من الملابس أو الذهب أو تتصرف فيه كيف شاءت؟ تعطي زوجها، لأن زوجها هو الذي ينفق عليها، تعطي الزوج من الزكاة ينفق على أختك. وإذا كان ما ينفق عليها، تعلم هذا أنه ما ينفق عليها أو يقصر، فأعطيها هي ما يكمل النقص الذي عندها. نعم. متى يطلق على الرجل أنه طالب علم؟ إذا كان طالب علم. نعم. يقول في بلدنا عندما يدخل الميت في القبر يوضع عليه التراب أو يوضع التراب فوق القبر ويوضع طوب حجري على امتداد طول القبر ويجعلون فوق هذا الطوب اسم بحيث يكون ارتفاعه قدر شبر، هل هذا الفعل داخل في النهي عن البناء على القبور؟ القبر يدفن بترابه، يدفن بترابه ولا يزاد عليه، ويرفع عن الأرض قدر شبر حتى يعلم أنه قبر ولا يداس. إذا وضع عليه حجر لأجل معرفته أو وضع عليه حصوة من أجل ما يتطاير التراب ومن أجل يحفظ القبر، حصوة كما هو المعمول، فلا بأس بذلك. نعم. يقول سماحة الشيخ، القول أن أهل البدع أشد من المعاصي ليس على إطلاقه قول صحيح؟ لا، ما هو صحيح. البدعة شر من المعصية مهما كانت البدعة، لأن العاصي يعلم أنه عاصي ويرجى أنه يتوب، وأما المبتدع يرى أنه على حق، ما يرى أنه عاصي ولا يتوب، قل أن يتوب المبتدع. فالبدعة شر من المعصية، وهي أحب إلى إبليس، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. نعم. الورد فضل في كثرة الطواف حول الكعبة؟ نعم، الله جل وعلا قال وليطوفوا بالبيت العتيق، طهر بيتي للطائفين. والطواف عبادة، كل ما أكثرت منه ففيه أجر عظيم وعبادة لله عز وجل. نعم. يقول أعمل في سوق لبيع السيارات ويحدث حلف بغير حق، ما حكم عملي مع أناس أعرفهم يغشون الناس؟ حلف بغير الله لا يجوز، لا منك ولا منهم، حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما في الحديث. عليك أن تتجنب الحلف بغير الله وأن تنهى عنه الآخرين. وأما الغش والكذب هذه كبائر، كبائر الذنوب، واكل لأموال الناس بالباطل، عليك أن تنصحهم، تلزمهم بالصدق. قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. نعم. يقول هل
هل يعد من بر الوالدين الإنفاق عليهم وإن كانت حالتهم ميسورة جيدة؟ نعم، من البر بالوالدين الإنفاق عليهم والقيام بحقهم إذا كانوا محتاجين، فهذا واجب عليك تنفق عليهم. إن كانوا غير محتاجين فهذا من الإحسان وإرضائهم والتودد إليهم. نعم. وما حكم من شك في عدد أشواط الطوارئ؟ هل هي ستة أم سبعة؟ اجعلها ستة ويكمل السابع، يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل السابع. نعم.